خلينا نرجع معاكم لعملية مهمة جدا. لو احنا بنروح على الإدارة العامة لتأمين المواني، وخلينا نروح تحديدا كمان للإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، تعالوا نشوف آخر عملية تهريب. الحمد لله رب العالمين قدروا ان هما يحبطوا هذه العملية. كان في محاولة تهريب 325 كاميرا مراقبة سرية كانت هتدخل البلد من ميناء غرب بورسعيد. الحمد لله رب العالمين الاجهزه الامنيه موجوده، مكافحه جرائم التهريب صاحيين، وانا قلت لكم انه حصل اكتر من قضيه على مدار الشهور اللي فاتت كانت يعني محاولات تهريب لحاجات غريبه جدا. التحريات اللي وصلت، البحث الجنائي قام بدوره باداره شرطه مواني بورسعيد انه في شركه استيراد وتصدير بتستورد رساله المفروض انها كانت اجهزه كمبيوتر وشاشات مستعملة، لكن طلعت في حقيقة الأمر أجهزة محظور استيرادها. طبعا عملوا الإجراءات الأمنية وجردوا الرسالة اللي كانت واصلة ولقوا فيها 325 كاميرا مراقبة سرية بتضم مايك. الكاميرات دي لأنها خطر على الأمن العام بالمناسبة محظور استيرادها. احنا بنحيي كل العيون السهرانة لحماية بلدنا وحدودها ومنافذها المختلفة، وحقيقة ده نوع من أنواع التحدي الكبير اللي مصر قدرت أنها تنجح وتسيطر عليه.